كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ كنت أعرف أنك أخيرا ستستعيدني إليك، أخيرا. لا، بل فعلت، وإلا لما كنت هنا. كانت الشمس لا تزال متوارية في الشرق وراء التلال، وتدريجيا ازداد الضياء، وغناء العصافير بدأ يتصاعد شيئا فشيئا من الأشجار المعتمة. حافة الغابة وراءنا جدار من غابة، لا أحد غيرنا في المكان، نحن فقط بلانا، مستغرقين في الحب. كنا هناك مرات عديدة أثناء الصيف ولم نشعر بالبرد أبدا. ما هذا الذي تقوله؟ مثل هذا كلام لا يقال لأحد أبدا. هذا الذي قلته لتوك، ولا حتى بعد 19 عاما من الزواج. هذا كلام لا يقال، ليس بعد أن ربيت ابنك حتى تراه، ولا يقال أبدا في مثل حالنا نحن الاثنين اللذين أرادا بدء مستقبل مشترك معنا.